دلوقتي تعالوا نروح لزميلتنا دينا علشان نتعرف منها على اخر اخبار المرور والطقس والعملات واسعار الذهب. صباح الخير يا دينا. صباح الخير يا مصطفى، صباح الخير يا جوانا. صباح الخير عليك يا دينا. صباح الخير والسعاده والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. الاخبار عامله ازاي؟ لا اكيد في ارتفاع في درجات الحراره ملحوظ اصلا كمان من الرطوبه مرتفعه النهارده من الصبح. خلوني فعلا اصبح على حضراتكم مره ثانيه وتعالوا نستعرض مع بعض احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر، وهنبدا معاكم من جولتنا من القاهره ومن كوبري 15 مايو اللي بيشهد سيوله مريه نسبيه، اما كورنيش في كثافات مريه بسيطه بتزيد بعض شويه تتجه الى ميدان التحرير، وكمان بعض الكثافات للمكمل حتى المعادي وحلوان. بالنسبه لطريق الاوتوستراد للاتجاه القادم من مناطق التبين اتجاه مناطق المعادي مغلق وفي تحويل حركه المرور للاتجاه الاخر، ده تزامنا مع القيام بتنفيذ اعمال مشروع القطار الكهربائي السريع مرورا اعلى طريق الاوتوستراد بجوار القوميه للاسمنت. لكن مطلع المقطم المتجه الى محور صلاح سالم مغلق حتى منتصف اغسطس. تعالوا بقى نروح في اتجاه كوبري اكتوبر لمنطقتي الاسعاف ورمسيس واللي بيشهد كثافه مروريه على طول كوبري اكتوبر حتى نزله غمره والعباسيه، اما المتجه في شارع بورسعيد الى الشرابيه وحدائق القبه حتى كوبري السواح والاماريه والعكس في كثافات عند كوبري الزاويه الحمراء ومنطقه الويلي. باختصار الكثافات المروريه في القاهره بسيطه لكن بعضها بيزيد مع الذروه الصباحيه. مكملين جولتنا في شوارع الجيزة، والإدارة العامة للمرور أعادت حركة السيارات على محور 26 يوليو باتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر إلى ميدان لبنان، وده مع استمرار تحويل حركة المركبات القادمة من ميدان لبنان اتجاه 6 أكتوبر وطريق الأسكندرية الصحراوي إلى الطريق المستحدث اللي تم إنشاؤه يمين محور 26 يوليو. أما محور 26 يوليو قبل ميدان لبنان بيشهد كثافات مرورية بسيطة حتى نادي الزمالك ومطلع كوبري 15 مايو. محور صفت بيشهد كثافة مرورية، لكن لو رحنا اتجاه شارع الهرم واللي بدأت تظهر بيه بعض الكثافات البسيطة بمنطقة مشعل، وكمان بتظهر كثافات مرورية متحركة بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية. نروح معاكم لمحافظة الإسماعيلية واللي رايح للمحافظة من خلال الطريق الصحراوي اللي فيه سيولة مرورية كبيرة بتستمر من أول القاهرة حتى مدخل المدينة، والمتجه من خلال الطريق الزراعي طريق ترعة الإسماعيلية الطريق كويس لكن بتكون فيه بعض الكثافات في مدخل عدد من المدن على طول الطريق كمان. أما شوارع مدينة الإسماعيلية هنلاقي سيولة مرورية كبيرة خاصة على الطريق الدائري حول مدينة الإسماعيلية وطريق عثمان أحمد عثمان اللي بيوصل ما بين الجامعة والاستاد ومجمع المحاكم في سيولة مرية، ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي ما بتتأثرش أو ما بتأثرش بشكل كبير على حركة الطريق. المتجه إلى بورسعيد في سيولة مرية في طريق الإسماعيلية بورسعيد. من منطقة القناة إلى جنوب الصعيد نكمل مع محافظة سوهاج واللي هنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج والطريق عندها بيشهد كثافات نسبية. هنمشي كمان ونشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية في سيولة مرورية، في بعض الكثافات المرورية أعلى نهر النيل وكمان الطريق المؤدي للجامعة في أيضا كثافة نسبية، في كثافات نسبية عن طريق أو عند طريق مستشفى جامعة سوهاج، في كمان كثافات مرورية بسيطة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. وأخيرا طريق أسوان الزراعي الغربي بيشهد سيولة مرورية. كده طمنا حضراتكم على حالة المرور، تعالوا نتابع مع بعض متوسط أسعار صرف العملات الرسمية النهاردة، وهنبدأ من الدولار الأمريكي. سعر البيع 18.96 جنيه والشراء 18.88 جنيه، اليورو 19.37 جنيه للبيع و 19.28 جنيه للشراء، الجنيه الاسترليني 22.77 جنيه للبيع 22.67 جنيه للشراء، فرنك سويسري 19.73 جنيه للبيع 19.64 جنيه للشراء، اليوان الصيني 2.81 جنيه للبيع 2.79 جنيه للشراء، الريال السعودي 5.04 جنيه للبيع و 5.02 جنيه للشراء، الدينار الكويتي 61.78 جنيه للبيع و 61.50 جنيه للشراء، واخيرا الدرهم الاماراتي 5.16 جنيه للبيع و 5.14 جنيه للشراء.
بالنسبة لمتوسط أسعار الذهب هنبدأ معاكم من عيار 18 اللي سجل النهاردة 846 جنيه للجرام، عيار 21 887، عيار 24 1128 جنيه، وأخيرا جنيه الذهب وصل ل 7869 جنيه. بالنسبة لحالة الجو النهاردة خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة أحوال الطقس. هيكون شديد الحرارة راتب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، في شبورة مائية الصبح على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، كمان في نشاط رياح على سواحل البحر المتوسط على السلوم ومطروح والعلمين، وده يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من متر ونصف لحد مترين. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 36، وأعلى درجة حرارة هتكون في إدفو 43، وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح 31 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.